نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بقيمة 138 مليون يورو، وذلك لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات. هذا وقد أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ العام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تموينية تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالي الحالي في تمويل 2337 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه. هذا وقد أكد وزير التنمية المحلية في هذا الصدد على أن صندوق التنمية المحلية يعزز من تمكين المرأة المصرية اقتصاديا، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها للمرأة خلال تلك الفترة حوالي 1463 مشروعا بنسبة بلغت حوالي 67.7% من إجمالي المشروعات. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بستة مليارات وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 711.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد افتتح المؤشر إيجيكس 30 عند 11109 نقاط، وأغلق منخفضا بنسبة 1.82% عند مستوى ما يقارب من 10906 نقاط، بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 ما قيمته 1880 نقطة كان هذا عند سعر الافتتاح، وأغلق منخفضا أيضا بنسبة 1.5%. أما بالنسبة لمؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا فقد افتتح أو سجل ما يقرب من 2862 نقطة عند الفتح ليغلق منخفضا بنسبة 1.1% مسجلا 2832 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و44 قرشا للشراء و18 جنيها و52 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد سجلت ووصلت قيمته إلى 19 جنيه و46 قرشا للشراء و19 جنيه و56 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و83 قرشا للشراء و22 جنيه و94 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات وقرش و5 جنيهات و4 قروش للبيع، وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و91 قرشا للشراء و4 جنيهات و93 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجع الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 1870 جنيها أو دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1037 جنيه، بالنسبة لعيار 21 والذي وصلت قيمته إلى 1210 جنيهات، وقد وصلت أيضا قيمة الذهب عيار 24 إلى 1383 جنيه، وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9680 جنيه. أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار. يهدف هذا القرض في الأساس إلى دعم استيراد القمح لخلق نوع من الاستقرار في توفير الخبز بعد الأزمة الأوكرانية التي أثرت على واردات البلاد من القمح، خاصة في ظل محدودية الاحتياطي الذي يملكه لبنان من القمح. وقد أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي تعاون بشكل استثنائي مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع للحصول على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز إلى لبنان. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ضرورة صياغة استراتيجية شاملة وفعالة لحل المشاكل الاقتصادية للشعب الباكستاني، ووجه رئيس الوزراء الباكستاني الحكومة بإجراء ترتيبات خاصة
لضمان توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقد شدد على ضرورة تبسيط عملية النظام المصرفي من أجل تحقيق الشمول المالي تيسيرا على المواطنين. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع هبة حسين وميرفت المليجي. شكرا لك مصطفى مزار على هذا العرض الاقتصادي.